متابعي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. تعرض بيت الفنانة بهية راشدي بعين البنيان للسطو والسرقة من قبل مجموعة أشرار. التحقيقات الأولية لم تحدد بعد هوية الفاعل. حسب مصادرنا، مقتحمو البيت قاموا بسرقة مجوهراتها ومجوهرات ابنتها ودروع تكريم وكذا قيم مالية. والغريب في الأمر، قام الفاعلون بكتابة جملة هذا عقاب الله على أحد الجدران داخل الشقة. المتابعون استغربوا كيف لسارق أن يسرق ويكتب هذا عقاب الله، حيث علق أحد المتابعين هذا سارق من نوع مفسي. ونحن كقناة بيستارز نتمنى أن تسترجع الفنانة بهية راشدي ممتلكاتها